فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها. نعم، بخلاف اختلاف التنوع فإن إحدى الطائفتين تعترف للأخرى، ولهذا ولله الحمد مثلا أهل السنة عندهم المذاهب الأربعة، نعم، ومع هذا لم يحصل بينهم اقتتال، لم يحصل بينهم سفك دماء، لأن كل واحدة تقر للأخرى، نعم، بما هي عندها من الصواب، وتعذرها بما يقع من الخطأ، لأنه عن اجتهاد، لأن اختلاف المذاهب السنية إنما هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. أما اختلاف الفرق المخالفة للسنة فإنه اختلاف تضاد، ولهذا يقع بينها ما يقع من التكفير والتبديع فيما بينها والتفسيق وأخذ السلاح أحيانا فيما بين الفرق المختلفة، فهذا نتيجة اختلاف التضاد وهو مذموم، لأنه لم يكن عن اجتهاد مطلوب، وإنما هو عن اتباع هوى وتعصب وغير ذلك من المحاذير. نعم، ثابكم الله. قال: لا تعترف للأخرى بما معها من الحق، بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل. نعم، والأخرى كذلك. هذا نتيجة اختلاف التضاد، أن كل واحدة لا تعترف بما مع الأخرى من الحق، بل تضللها وتكفرها وتبدعها وتفسقها، وأخيرا تحمل السلاح عليها. هذا نتيجة اختلاف التضاد، نسأل الله العافية، وأنه يؤول إلى هذا المصير المؤلم، وهو شاهد هذا واقع في هذه الأمة. نعم. فالواجب على المسلمين أن يرجعوا إلى الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله ولزوم جماعة المسلمين حتى يسلموا من هذا البلاء الذي لا ينتهي أمده.